كل فنجان قهوة عالم، وكل عالم فيه كثير أشخاص، كل واحد منهم بيشوف فنجان القهوة بطريقة مختلفة. من أهم العناصر أو العوامل المرتبطة بفنجان القهوة هو المكان اللي بنشرب فيه فنجان القهوة. من ميناء حيفا، قهوتنا غير اليوم مع الراقص أيمن صفية. كيفك أيمن؟ تمام. شو الأخبار؟ تمام. كيفك أمير؟ أنا كتير منيح. إحنا كتير مبسوطين إنك معنا بقهوتنا غير. لأول مرة معنا راقص من البلاد من عنا هون. غريب شوي إنه مفيش ناس كتير بهذا المجال. لإلي أنا لا، مش غريب. ليش؟ متوقع. ليش؟ لأنه الإشي مش مفهوم ضمناً إنه يكون في المجتمع العربي في مجتمع شرقي راقص اللي بيستعمل جسده كأداة للتعبير أو to express، يعني يكون عنده هاي الجرأة إنه يستخدم جسده يكون هو محور اللغة تبعه. بنفس الوقت ويكون جريء، يعني أنا بعرف في كتير شباب وكتير صبيان اللي بيحبوا هذا الموضوع بس ما بتجرأ، والموضوع بده جرأة، والجرأة لازم تيجي من دعم لازم تيجي عن طريق دعم عدة نواحي، الأهل، أهل المدرسة. يمكن التبوهات مش بالضبط باستعمال الجسد قد ما إنه تستعمل الجسد بطريقة اللي تكسر كل التقليد، يعني لازم تتصرف بطريقة معينة بما إنك رجل، تقعد بطريقة معينة، تحكي بتون معين بما إنك رجل وما إلى ذلك. هي كل هاي الستيريوتايبس والتبوهات اللي بحطوا لنا إياها، القواعد اللي هي المسموح والممنوع. أنا فيش عندي منها، ما حداش بحدد لي شو مسموح شو ممنوع. أنا صغير. إذا عم نحكي عن شغلات تقليدية أيمن، ففي بالشغلات التقليدية أمور رائعة مثل القهوة. شو علاقتك مع القهوة؟ علاقتي مع القهوة كتير صحاب كتير. أوكي. كتير بس بالشتاء أكتر صحبة من الصيف. يعني ليش؟ لأنه الصيف أنا بالنسبة لي الشمس هي محور الكافيين والإنرجي لي، الضوء. أنا شخص كتير إنرجيتك، بحب الضجة، بحب الطاقة. بالشتاء شوي لأنك أنت بتكون هيك بردان مكعنش، فبتستصعب الفئة. الكافيين بيساعدك نوعا ما، والقهوة كمان في مجتمعنا العربي الشرقي عنصر كتير مهم، وهي بتجمعنا، هي اللي بتقرب الحبايب لبعض، بالأحزان، بالأفراح، بالطرح، بالفرح. العلاقة مع القهوة كتير حلوة حمي، بس لحد ما. نعم. عملك ومشاريعك كان مش بس بفلسطين، كان كمان خارج فلسطين. كان في عندك كثير محطات منها لندن. صحيح. في أي بلد بتحب تشرب قهوة وبعدك ما شربتش قهوة فيها؟ بلد اللي بعدني ما شربتش فيها قهوة وبحب أشرب فيها قهوة. افكر لبنان، بيروت. وازكى قهوه شربتها؟ ازكى قهوه في أي محل في العالم؟ بس ما تقول لي بالبلاد عشان الجواب رح يكون كتير تقليدي. اوكي. مش رح يكون تعالي بس معنا بدي اكون صريح. طب يلا معلش. اطيب قهوه ذقتها في البلاد هي قهوه امي. هاي في امي لبنان. امي بدوره حبيبه قلبي، بوجه لها تحيه. واحنا كمان فيش زي قهوتها. اكيد بيقولوا عشان امه. لا 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 لا، انا دويت قهوه ستي، دويت قهوه ابوي، دويت قهوه اختي، اصحابي. فيش زي قهوه امي، فيش زي قهوه. حلو. برا برا في مطاعم ما عندي ما. في بلاد مش مختصين اصلا بالقهوه، يعني بيعرفوش اشي عن ثقافه القهوه. صحيح مزبوط. زي يعني وين؟ زي اليابان على سبيل المثال. بس عندي بيشربوا كثير قهوه، بيشربوا كثير شاي، بيشربوا المي السخنه مع كل الزيوت اللي بيضيفوا لها اياها. ما تروحش بعيد على فكره، بالعالم العربي اليوم. أوكي. مع كل وجبه او حتى الصبح شاي مش قهوه، نفس الشيء، بكملوا بعض. حسب رايي انا اليوم اخترنا قهوتنا غير تكون معك وبمينا حيفا. اوكي. وانت اليوم مقيم في حيفا. صحيح. حيفا محطه ولا ممكن تكون محل دائم تسكن فيه؟ حيفا إذا عم تسألني بهاي اللحظة بهذا باليوم بالفترة هاي الزمنية، أنا بالنسبة لي حيفا هي البيت الثاني. أوكي. غريب هذا الشعور. بالأول كفر ياسيف. بالأول كان كفر ياسيف. ما هو طلع شو، ما هو شو فكرة البيت؟ البيت هو مش محل جغرافي، البيت أنت تختار بيتك لما أنت مرتاح فيه. يعني أنا صح. كمان بالنسبة لي كان لفترة زمنية طويلة 7 سنين 6 سنين ونص في لندن درست، حسيت انه هذا بيتي وما راح اقدر اطلع منه. يعني أوكي. ما اظنش راح اقدر اعيش بمحل تاني، اكون نفسي، اعبر عن نفسي زي ما انا عم بعبر بنفسي عن نفسي بانجلترا. بحيفا بدي اقول لك على بس اخر 3 اشهر بلشت احس انه
هذا المكان مش بس حلو جغرافيا كمان عم بلاقي نفسي فيه نوعا ما، يعني عم بصير فيه انفتاح معين درجة. يعني هات نقول انه الامور والمفاهيم تبعت بيت او محل بدنا نبقى فيه او محطه هو شيء ديناميكي بيتغير مع الوقت. صحيح صحيح صحيح، انا حسب رايي. اه والشيء الثابت الوحيد هو قهوه امك. الشيء الثابت الوحيد هو البيت اللي انت بيكون فيه ذكرياتك الطفوليه. لما بتغمض عينيك هيك او بترجع بتتذكر لما انت بتكون عم تلعب بلانير او رايح ورا الدار بالحكوره او عم بتشوف ستك عم بتنقي عدس سميدي. هذا هو البيت اللي انا بالنسبه لي بنساهوش، وحتى لو غيرت مناطق جغرافيه اخرى بضلني اتذكره. بس البيوت الاخرى اللي هي زي لندن وزي حيفا هاي يعني واحد بمرق بتجارب، بمشي مع الزمن وحسب شغلي انا اليوم. يعني انا كمان يعني راقص فنان اللي متنقل جدا، يعني تنقلت حركه، عنصر الحركه موجود. بالضبط بالضبط. عشان نرجع للقهوة، بتحبها مرة أو حلوة؟ لا حلوة. حلوة يعني حلوة. كم معلقة سكر بالغلاية؟ بتعلق بكبر الغلاية. بتعلق كمان بكبر الكوباية. طلعت حكيم أكثر مني. أنا مجبور أعترف. نشرب القهوة؟ يلا نشرب قهوة. يلا. احنا بانتظار القهوة حاليا وقاعدين على ستيج يمكن واحد من اجمل محلات حيفا، فتوش بار وبقري. شكرا لهم على الاستضافة. مبدئيا قبل ما تطلع على المسرح بتحتاج لكافيين، بتحتاج لقهوة ولا بتمتنع عن الكافيين والقهوة؟ بتعلق بال شو يعني؟ بتعلق بالوضع النفسي اللي انا بكون فيه. يعني اذا بكون في مثلا عرض اللي هو جديد وفي بريمير وفي ستريس اللي اول مره راح اطلع على المسرح اعرض فيه، في امكانيه اني انسى، في امكانيه اني يصير في اشياء على المسرح بطريقه عشوائيه جدا اخطاء. ف يعني احيانا باخذ سكر مش كافيين. اوف سكر سكر يعني؟ لا مش سكر عادي، اي شيء فيه سكر يعني زي سنيكرز زي شوكولاته، دارك شوكليت شوكولاته. يعني هذا كان مدخل جيد بشكل عام. سوري بس أمني اشرب قهوه قبل العرض؟ لا يا بتعملها ما بخطرش في بالي بالمره. بشرب نص لتر مي، بركز على اني اشرب شيء فيه جلوكوز اكثر صحي اللي يعطيني تمر مثلا، تمره مجففه السكر اللي ممكن يتحلل بسرعه ويفيدك اكثر بفتره زمنيه قصيره. درس بيولوجيا شوي على اخر درس بيولوجيا. الرأس بشكل عام في كثير شغلات بتكون حواليه، اوقات اضاءه، اوقات ست كامل على المسرح، ان كان سينوغرافيا، تصميم معين، ديكور معين، وموسيقى. صحيح. والموسيقى هو شيء مشترك مع القهوه كمان. صحيح. في موسيقى معينه او شغلات معينه بتكون كمان مرافقه لفنجان القهوه عندي انا الصبح؟ طبعا. اوكي اكيد طبعا. انا بشكل عام اذا بنحكي عن الموسيقى بالاخص، انا بشكل عام ببيتي بسيارتي في اي مكان انا بكون فيه، اذا بكون هادي كثير لفتره زمنيه تزيد عن 10 دقائق 15 دقيقه بحاجه احط موسيقى، حتى لو بضوي تليفوني بحط موسيقى. بتفوت على بانيك؟ انا كثير مش بانيك، بعرفش، بحس ان الموسيقى بتحركني كل الوقت. يعني زي ما عم بسمع اسمهان انا عشان سامعين اسمهان بالخلفيه، احنا سامعين اسمهان بعشان المشاهدين سامعين اسمهان. يعني انا بحب اشرب فنجان قهوه، فنجان قهوه على صوت اسمهان. منيح. افوت على البيت واحط اسمهان على الساوند كلاود او على اليوتيوب؟ لا بعملهاش. yeah. بس شوف ما احلى الصدف. يعني انا فيش عندي طيب موسيقى معين، انا بحب اللحظه نفسها. اذا اللحظه نفسها انا تمتعت فيها للمقطوعه الموسيقيه مع فنجان القهوه يعني نعمه. بس اني اختار موسيقى معينه مع القهوه؟ لا، القهوه مع اي موسيقى بتشربها. اذا بدي اجيبها كمان مره واسقطها لعالم الرقص، بشكل عام بيقولوا الموسيقى هي مكمل، هي شيء وكانه اضافه للرقص. الرقص ممكن يكون بلا صامت. موسيقى صح اكيد. وبشكل عام حتى بيميلوا لانه يقولوا انه اذا بتستعمل موسيقى في الاول فهي بتكون وكانها محدده اكثر للحركه، لطريقه الحركه على المسرح وما الى ذلك. كمان بدي ارجع احكي لك بمنطلق اكثر تقني.
وكونسبتشوالي ما هو بتعلق شو العرض. يعني اذا العرض الكونسبت تبعه بدي يحكي عن الميوزيكاليتي عن الموسيقى عن الريذم عن الايقاع راح الراقصين يمشوا مع الايقاع الموسيقى راح تحركهم يعني راح يكونوا يعني راح الموسيقى راح تكون زي مانيبيليشن للراقصين على المسرح هي عم تتحكم فيهم. بس اذا في عرض اللي فيه موسيقى اللي هي بس مفروض تكون بالخلفيه تلعبش دور موسيقي ميوزيكلي منها اذن موسيقيه بتختلف المعايير هون الحركه مع الموسيقى بس بشكل عام اكيد الاثنين بيكملوا بعض. انا بالنسبه لي كايمن يعني الاضاءه الموسيقى الرقص المونولوجز الكتابي الصور الفيجوال ارت الحياكي اي شيء فيه له علاقه في الابداع كثير سهل تدمجه مع بعض. انا حبيت هاي لعبه العناصر تبعت الشغلات كيف أكيد. بتاثر على البني ادم بشكل عام وكمان بمهنته بشكل عام الناس بيستعملوا الكافيين او القهوه عشان يفيقوا ويضلوا مصحصحين اوكي صحيح. بشكل عام في شغلك حتى نقول في تمارين في تدريسك للرقص حتى في مدارس الرقص حاليا شو الاشي اللي عن جد بشرب خمس كوبايات قهوه صحيح بكون معك صريح أوكي. جدا بشكل عام انا الصبح بشرب كوبايه وحده بس لما انا افيق وبتعلق كمان بالحاله النفسيه بتعلق اذا انا حلقي عم بوجعني ما بشرب قهوه القهوه يعني بلا مؤاخذه بتعمل لك بلغم بتعمل لك يعني ما بتساعدش بتعلق بوضع النفسي يعني الحالي اللي بكون فيه والصحي بس في المدرسه مدرسه الامل جمعيه الرقص المعاصر في الامل بوجه لهم تحيه بحبكم كثير من قد ما بمصوا طاقتي بالحصص من قد ما هني كثير انرجيتك وبكون لما بكون في عندك اربع خمس حصص ورا بعض وانت بتبلش من الصبح انا شخصيا بطلع بين حصه وحصه بعمل اسبريسو بالمطبخ وبخليها حدي بالدرس واذا بحس انه اتس تو ماتش ام جيتينج تو هايبر عم بكون كثير هيك انرجيتك ولازم اروق بشرب مي بس مرافقتني القهوه مرافقتني في التدريبات بالاخص في الشتاء بالصيف طيب. لا مش كثير يلا فوتنا على مدخل منيح بشكل عام تعرف بكل فنجان قهوه بدرت شو على الحياه على الشغل صحيح شو عم تشتغل اليوم وبتعمل من مشاريع غير الامل ايه اوكي محليا اشتركت في عرضين اللي هن كثير فريش عرض جناح الاخير لاست وورد من كتابي واخراج امير نزار زعبي وتصميم الحركه بوجه له تحيه اكيد وتصميم الحركه سمر حداد كينج اللي هي مديره فرقه يا سمر دانس ثياتر اللي انا صار لي اربع سنين عضو بفرقتها كمان عمل اللي انا اشتركت فيه وعمل فني اكثر فيديو ارت صورت في الداون تاون في البلد اللي تحته هون في مبنى كثير قديم فيديو ارت اللي بيحكي كيف ممكن نعيش المكان العاري العاري بمعنى بكل معانيه العاري من ناحيه العاري الفارغ كمان العاري الفارغ كيف ممكن نعبيه باللغه الحركيه في فلسفه كثير ما بديش احكي كثير الفكره وحاليا عم بشتغل على مشروع اول مره باخذ هالخطوه من بعد تشجيع من اصحابي كثير من امي من اهلي انه ليش انت ما بتعمل شيء لإلك يعني انه عندك شو تعطي عندك شو تعمل ما تضلكش بس كبريفورمر كمؤدي فحط تجربتك الشخصيه اللي انت مرقت فيها ما انت عم بتقول مرقت كثير شغلات وبضلك تحكي انه ما كثير شغلات فاستخدمها انك تبدع فكرت في الموضوع لمده سنتين كان في كونسبت في راسي وانا كثير 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 مشكور على الناس اللي شجعتني لانه صراحه ما كنتش باخذ هالخطوه ايمن صفية غيرت مفهوم الرقص عند العرب في الداخل ايه انا بحس انه ما بعرف السؤال كمان شوف انا كثير ما تكون واقعيين اليوم بكل تواضع هذا هو الايجابي اللي يمكن انا توقعتها لانه بتعرف شغلي حتى برصد بسيط اعلاميا وغير اعلاميا ما كانش في عن جد راقصين شباب اللي عم بيطلعوا على المسرح وعم بيغيروا هذا المفهوم الرقص اللي مش بس بيقتصر على الصالونات او الدبكي حتى لا في رقص من نوع اخر رقص معاصر بدمج بين كثير انواع حتى والناس بتروح وبتشوفه وبتحب تشوفه شوف الرقص بشكل عام بوجهه نظري انا هو انا بديش اقول عنه رقص انا حركي الحركه شو هي الحركه
إذا نحكي عن رقص الصالونات الهيب هوب الجاز الباليه الكلاسيكي النيو كلاسيك جراهام تكنيك كانيغهام كل هاي التقنيات اللي بتساعدك بتعززك إنك تكون راقص مهني محترف يكون عندك استابيليتي بجسمك يكون عندك توازن يكون عندك تصارح مع جسدك لأنك أنت جسدك هو هذا لغتك لما بتطلع على المسرح أنت ما بتطلع وبتحكي الكونسبت تبعك في كلمات انت هو مش بس لغتك كراقص يمكن لغتك كانسان تتعامل مع ناس بشكل عشان هيك طرقت الحركه بالضبط عشان هيك ما قلت رقص قلت لك في بدايه الحركه افكر انه انا اكلت على جلدي كثير لما بلشت لما اعلنت اني بدي ارقص بس اليوم انا كثير مشكور ومش مفهوم ضمنان شخص حابب اقول انه انا ظلمته كثير ابوي أنا ببداياتي ظلمت كثير أبوي، اليوم أبوي من أكثر المشجعين وكان ولا يزال ورح يضل. بتعرف دائما بنقول إنه الأهل ولا مرة بمرقوا البروسس لحالهم، لازم يمرقوا هذا المسار معنا. أكيد لازم شوف أنا كمان بفكر الفترة الزمنية بتلعب دور يعني إحنا اليوم بال 2018 يعني والإنجازات كمان وأكيد الإنجازات الشخصية والفردية بما انه هيك رجعنا على المجتمع اكثر ولا نحكي على الناس اللي حوالينا ايمن بما انه ذكرت ابوك كمان طلع براسي سؤال مين اكثر انسان بتحب تشرب معه قهوه اكثر انسان ممكن يكون اصحابك ممكن يكون زملائك في الشغل ممكن يكون حيلا حدا او تقول لك كل مره بحب اشرب قهوه مع هذا الشكل لا صعب هاي شو عم تحطني لا مش صعب في كثير ناس بحب اشرب معي قهوه مش شخص واحد بدي جواب بسرعه اكثر شخص اذا بهاي اللحظه اذا بهاي اللحظه عم تسالني بهاي الفتره الزمنيه برجع بقول لك ما كله بتعلق بالفتره الزمنيه صديقتي صحر دموني اوكي هاي جواب هي كمان راقصه و احنا كثير قراب على بعض ولما بنشرب فنجان القهوه او كاستن بيد او 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 الاشي لا يتمحور بس حول فنجان القهوه يتمحور حول كثير اشياء فانا عشان هيك بحب اقعد معه في نميمه في دردشه في كل اشي على فنجان صحيح القهوه صحيح مثل ما كان على فنجان قهوتنا لسه رح ناخذه وتاخر علينا بس انه لسه رح ناخذه بكل احوال رح يوصلنا لسه بس ايمن كثير مبسوطين انك معنا شكرا وانا كثير مبسوطين انك بقهوتنا غير بصباحنا غير في مساواة صحيح بفترة حلوة فترة الأعياد طبعا أنا بقول لك العيد بخير للجميع بتمنى لهم شهر مجيد وسلام وحرية وتقبل الغير وتفهم الغير والإبداع والحرية whatever مبسوط إني تعرفت عليك يعطيك العافية شكرا ومنشوفك كمان بعروض وإيفنتات أكيد بس أحكي شغلة واحدة بتخص الرقص هي نصيحة يعني هو بس أدفايس للي عم يشاهدنا وبالأخص للأهالي وبالأخص للجمعيات الثقافية وللمدارس إنه بليز تعملوا معروف موضوع الرقص كمان خليه يكون موضوع يومي اللي مش بس الرقص أو الفن بشكل جزء عام من التربية. جزء من التربية جزء من إنكو خلوا أولادكم يعبروا عن نفسهم خلوهم هن يختاروا ما تقولوا لي لا لأنه بصراحة أنا اللي اليوم وصلت له من تشجيع أهلي بسبب تشجيع أهلي مش مفهوم ضمنان وبسبب تشجيع أهلي وتشجيع ناس كتير وأصحاب كانوا بجانبي وفهموني المهم إنه نفهم ونسمع to listen to understand اللي قبالنا وندعمه فافهموا بعض تقبلوا بعض وتعالوا نبدع تعالوا الحياة حلوة كتير فبلاش نحط مسموحات وممنوعات خلي الشخص هو يحدد شو بده جملة مفتاح وجملة مفصل شكرا جزيلا شكرا لك أمير